السلام عليكم، اللهم صلي وسلم وبارك على أشرف الخلق نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على الحبيب المصطفى، كل عام والأمة الإسلامية بخير. موسم عمرة 1445 وآخر الأخبار. يا ريت ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة، وما تنسوش كمان تفعلوا جرس على الكل عشان يوصلكم كل الأخبار. لو بتشوفوا القناة لأول مرة، أتمنى عمل جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله ستنال أعجبكم. كل عام والأمة الإسلامية بخير. بمناسبة انطلاق موسم العمرة الجديد 1445، أعلنت وزارة الحج والعمرة عدة أخبار. أول منشور نشرته بعنوان مرحبا بضيوف الرحمن من حول العالم، انطلاق موسم العمرة 1 محرم 1445 الذي وافقه يوم الأربعاء الماضي 19 يوليو 2023. منشور آخر من وزارة الحج والعمرة بعنوان كيف يمكنك زيارة مكة المكرمة لأداء العمرة، بداية حجز باقة عمرة من خلال منصة نسك، الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية بدعوة من الأصدقاء والمعارف المواطنين بالمملكة، وهناك التأشيرة عند الوصول للزائرين المؤهلين بالحصول على تأشيرة وأصحاب الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي وحاملي تأشيرة الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، والتأشيرة الإلكترونية للزائرين المؤهلين بالحصول على التأشيرة وللمقيمين في الخليج وأصحاب الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي وحاملي تأشيرة الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، والحصول على تأشيرة زيارة عائلية من قريب مقيم في المملكة العربية السعودية، طول على تأشيرة المرور الإلكترونية للقادمين جوا عند الحجز من خلال الخطوط السعودية أو طيران ناس. أعلنت أيضا منشور آخر تسهيلا لقدوم المعتمرين من جميع دول العالم، خدمة تأشيرة للقادمين جوا ومميزات هذه التأشيرة، أداء نسك العمرة وزيارة المسجد النبوي تصدر مجانا وبشكل مباشر عند الحجز من خلال الخطوط السعودية أو طيران ناس، صالحة إلى 90 يوما، تتيح الإقامة لمدة 4 أيام، تسهل التنقل بين مناطق ومدن المملكة. كيفية الحصول عليها، بداية حجز تذكرة السفر ورفع الطلب للتأشيرة من خلال المنصات الإلكترونية للخطوط السعودية أو طيران ناس، معالجة وإصدار التأشيرة مع تذكرة السفر من خلال المنصة الوطنية الموحدة لتأشيرات وزارة الخارجية وإرسال التأشيرة عند إصدارها إلى البريد الإلكتروني للمستفيد. انتظرونا بإذن الله بكل ما هو جديد. أتمنى لا تنسوا دعمكم لنا ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.